ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بناء على تعهدات رئيس الحكومة الجديدة وضمن برنامجه الحكومي، من المفترض أن تجري انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول من العام المقبل، لكن الطريق لهذا الأمر ما زال وعر وغير متاح. فبين ضرورة التشريع والعودة للعمل والتي تفرضها مقررات المحكمة العليا، وبين قائمة طويلة من مخاوف حقيقية لعمليات فساد وتحاصص جديدة، وقع حراك تعديل القانون اللي تقفز في مقدمة التسريبات الصادرة عن وجود مساعي تقليص عدد أعضاءه والاختصاصات أيضا. الأهم هو ضرورة وجود سلطات وهيئات محلية تعنى بالرقابة ومتابعة الأداء للتنفيذية وتتبع التخصيصات المالية. فخلال ما سبق تراكمت العديد من ملفات الفساد والهدر المالي ودكتاتورية المحافظين. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، راح نتحدث عن تشكيل وفد كردي يزور بغداد، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في هذا الأسبوع للتفاوض بخصوص ملفات الموازنة، النفط والغاز، خلافات الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالوزارتين الشاغرتين، وزارة البيئة ووزارة الإعمار والإسكان، حيث دارت الخلافات بين الحزبين إلى هذه اللحظة. كل حزب يروم الاستحواذ عليها، فالديمقراطي يرى أن حقية 3 وزارات من أصل 4 للإقليم، حيث رئاسة الجمهورية ووزارة العدل كافية للاتحاد قياسا باستحقاق الانتخابي حسب وجهة نظرهم. بالتالي الحكومة المركزية بانتظار مخرجات التفاهم بين الحزبين وتقرر بعدها اختيار مرشح للوزارات الشاغرة. لذلك الوفد القادم إلى بغداد اللي راح يناقش هذه الملفات المضي نحو إنهاء صفحة الخلافات. مشاهدينا، هذه الملفات راح نتابعها في حصاد هذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد سنتين من تعليق مجلس النواب عمل مجالس المحافظات، عاد الحديث السياسي عن إمكانية تعديل القانون تنظيم انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل، خاصة وأن واقع المحافظات المتردي يحتاج إلى سلطات محلية تكون على مقربة من أداء السلطة التنفيذية، غير أن الأمر حمال آراء ووجهات نظر متقاطعة. خلونا نفتح وياكم هذا الملف المهم والحساس، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. الحكومة الجديدة ومعها البرلمان يمضيان قدما في ترتيب أولويات المنهاج الحكومي وفق التوقيتات الزمنية المثبتة حوله وتطبيقه إلى خانة التشريعات المهمة، ومنها قانون الانتخابات واقتراع المجالس المحلية. فبعد سنتين من تعليق البرلمان مجالس المحافظات استجابة للضغط الشعبي آنذاك، يثار الحديث مجددا عن سعيه إلى اعتماد قانون انتخابات جديد وفق توصيات المحكمة الاتحادية. تثير قضية مجالس المحافظات الكثير من الإشكاليات، هذه الإشكاليات قد تكون مرة قانونية وقد تكون مرة أخرى سياسية. من ضمن الإشكاليات القانونية مجالس المحافظات قد عطلت قوانينها، عطلت قوانين الانتخابات، بالتالي يوم يجب أن يكون هناك تعديل، يجب أن يكون هناك تشريع معدل على قانون الانتخابات مجلس المحافظات، خاصة المادة 2 و7 من مجالس المحافظات. هي الهيئة المحلية التشريعية والرقابية المصغرة في المحافظة، ومهمتها مراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومن الضروري إعادتها إلى المشهد كونها تحقق الرقابة على المحافظين ومهمة التنسيق المشترك بين الحكومة المركزية والمحلية. فالحديث عن ارتكابها أخطاء كارثية لا يبرر حجج إلغائها دستوريا. طبعا السيد رئيس الوزراء يريد أن يزيل الخلاف المزمن بين المحافظات وبين دوائر البلدية وبين بعض الوزارات من أجل النهوض بالقطاع الخدمي، ويركز على موضوع الصحة والتربية. بالتالي أعتقد أن اهتمامه سوف يتجه باتجاه تفعيل جانب الخدمات وجانب التربية وبناء المدارس كمرحلة أولى. وبين الأبعاد القانونية والأهداف السياسية وحجم الخلاف وحيرة التوجهات، تبقى مجالس المحافظات حبيسة التحركات التي تحاول إيجاد مخارج لهذا الملف الحساس الذي يعد الأساس في النظام اللامركزي. فهي ليست بالحلقة الزائدة، ومطالب العودة حتمية بالشرعية،
مع تقليل أعضائها. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبة بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين السيد النائب محمد الشمري عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليمي، ينضم معي عبر الاقمار الصناعية من بغداد، حياك الله سيادة النائب. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الدكتور عقيل الرديني عضو ائتلاف النصر، حياك الله دكتور عقيل. ابدا مع حضرتك سيادة النائب، يعني لجنة الاقاليم كشفت في تصريح عن الشروع بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في شهر 11 من العام المقبل، يعني بعد قدامنا سنة حوالي، شلون نشوف انه استعدادات مجلس النواب، الاستعدادات اللوجستية الاخرى، هل هي استعدادات قانونية سياسية، الكتل شلون راح نشوف الاستعداد لهذه الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الأعزاء. الحقيقة انتخابات مجالس المحافظات هو التزام حكومي ضمن العرض الرؤية الحكومية والبرنامج الحكومي تقدم به السيد رئيس الوزراء، قال إنه ستجري انتخابات مجالس المحافظات خلال سنة من الآن، ونحن بصدد هذا العمل الآن. طبعا هكذا عمل يحتاج إلى ثلاث عوامل رئيسية، العامل الأول الإرادة السياسية، العامل الثاني الآلية والكيفية، يعني معناها قانون، تشريع قانون لهذا الغرض، الباب الثالث أداة تنفيذية تنفذ هذا القانون اللي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الإرادة الآن باتجاه إجراء انتخابات مجالس المحافظات، هذه كانت نابعة من قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قضية حل مجالس المحافظات مما استدعى أن تفعل من جديد. نعم. الآن هناك حراك لغرض قرار قانون للانتخابات الجديدة من خلال تعديل القانون أو المضي في قانون الانتخابات الحالي اللي هو المناطق المتعددة أو سانتيغو المعدل، القانون الألماني إلى آخره من قوانين. الآن نحن في طور إعداد هذا القانون وإشباعه بالمناقشات والاستئناس برأي القانونيين الأخوة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، بالإضافة إلى اللجنة القانونية أيضا في مجلس النواب مع منظمات المجتمع المدني للخروج بأمثل وأحسن صيغة لقانون انتخابات مجالس المحافظات. وطبعا مثل ما تعرفون كل قانون إلى محاسن وإلى مساوئ إلى حسنات وعليه مآخر، لكن بالنتيجة نحاول الوصول إلى أكمل وأحسن صيغة إن شاء الله. طيب دكتور عقيل، وجدت الحال بحضرتك السيد النائب يوضح ثلاث نقاط رئيسية لإتمام انتخابات مجالس المحافظات، وهي الإرادة السياسية ووجود قانون، وتحدثنا عن قانون سانت ليغو، وأيضا بالنقطة الثالثة يتحدث عن وجود جهة فنية تشرف على الانتخابات، بالتالي راح تتوفر كل هذه العوامل خلال السنة كما وعد السيد السوداني. بسم الله الرحمن الرحيم، البداية تحية لك ولضيفك العزيز سيادة النائب محمد الشمري
وأنا ربما أتفق مع جناب النائب بما طرحه يعني جملة وتفصيلا، باعتبار يعني كانت هنالك تجربة في مجالس المحافظات أو مجالس الأقضية والنواحي اللي كانت موجودة وتم إيقافها في الفترة الأخيرة، يعني كانت تجربة أعتقد لم يعني يحالفها النجاح كثيرا، ولا نريد أن نتجنى يعني على الأخوة الأعضاء ولا نريد أن نمسهم أو نمس مراكزهم، لكن نحن نتحدث عن مصلحة وطن. اليوم للأسف الشديد يعني الديمقراطية هي ما تأتي دائما بالشخصيات الكفوءة والمهنية والنزيهة، وإنما الديمقراطية هو من لديه أصوات بالشارع أو يستطيع كسب الأصوات بأي طريقة، سواء الطريقة كانت مشروعة أو غير مشروعة، بالتالي يكون رقم ويحصل على يعني عضو مجلس محافظة أو أي مكان آخر، وبالتالي يعني هذا المكان هو أكيد مكان حساس فيه جنبة رقابية وجنبة تشريعية مهمة، وبالتالي بالفترة الماضية كان هنالك شخصيات محترمة، شخصيات فذة، شخصيات عملت واستشهدوا من عندهم في يعني مثلا في محافظة بغداد، يعني استشهدوا شخصيات جراء موقفهم الوطني والشجاع ونزاهتهم وكفاءتهم. لكن هنالك أيضا جنبة أخرى هي الجنبة السلبية، وفيها نوع من الترهل، أعداد كبيرة يحتاجون حمايات ويحتاجون سيارات وتخصيصات، وبالتالي لم تستطع هذه المجالس مثلا من إيقاف الفساد. اليوم الفساد مستشري في العديد من الأماكن، سواء في مجالس يعني في على مستوى الناحية والقضاء والمحافظة وحتى الوزارات يعني الاتحادية، وبالتالي يجب اليوم أمام فرصة، يعني عندما يعني يقول السيد الرئيس الوزراء أمامنا سنة من الآن ل يعني انتخابات لمجالس المحافظات، مجالس المحافظات مشار إليها بالدستور، لا يمكن يعني إلغاها ما لم يكن هنالك تعديل دستوري، لكن ممكن يعني ترشيقها وتقليل أعدادها، وبالتالي أيضا وضع معايير ليس أي شخص ممكن أن يكون عضو مجلس محافظة، يعني نحن نحتاج اختصاصات معينة اللي ممكن أن تكون، يجب يعني في القانون القادم بعد أن يتم تعديله، لأن قانون يعني أو الطريقة اللي يعني أتوقع حضرتك تكون معايير الترشح لمجالس المحافظات أكثر دقة من المعايير التي تتبع في انتخابات مجلس النواب؟ يعني لا شك، يعني اليوم مثلا شختار شنو أحتاج، مثلا أحتاج اختصاص مثلا واحد مثلا بالهندسة وبالزراعة وبالقانون و يعني في يعني اختصاصات أخرى، أما أنا أأتي بأشخاص كلهم قانون ما يشتغلون في جميع الأماكن، كلهم مهندسين. دكتور عقيل، يعني كيف راح يحقق أنه الفوز بالانتخابات إن لم تكن يعني هذا يطول الجماهيرية، هذا يطول الحزبية، يطول المقام بنا سيد الكريم إذا أردنا أن نتحدث. فأنا يعني باعتباري أيضا يعني كنت رئيس وحدة إدارية عملت في الناحية وفي القضاء، نعم، وكذلك يعني في المحافظة، ويعني عندي يعني خبرة سواء إدارية، نعم، أو قانونية في هذا المجال. أنا أتحدث عن واقع عشته، وبالتالي هذا الواقع يعني ياريت أنه يعني يكون حاضرا لدى المستشارين في مجلس النواب ولدى المشرعين، حتى يعني لا تعاد التجربة والأمور السلبية أو النقاط السلبية من جديد. يعني أنا مع ترشيق مجلس المحافظة، نعم، وكذلك بتخصصهم أيضا يكون ربما إذا أمكن من خلال القانون أن تكون هنالك إشارة، وأنا مع يعني القانون أن تكون المحافظة هي دائرة انتخابية واحدة، نعم، وليس مثل ما حصل بالانتخابات الأخيرة انتخابات 21 الدوائر المتعددة قد لا تلبي جميع يعني رغبات الكتل السياسية أو جميع المواطنين، وحدثت بها ربما بعض التحديات من خلال التجربة الأخيرة. طيب عموما نحن نشد على يد السيد رئيس الوزراء في هذا المجال،
واعتقد اذا ما مثل ما تحدث جناب النائب يجب ان تكون هنالك اراده سياسيه صلبه باعاده الوضع الى مكانه. بالاضافه الى كل ما تفضلت به دكتور عقيل وتفضل به السيد النائب، استاذ محمد اسال حضرتك عن التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء على مستوى الادارات في الدوله، وبالتالي هنالك حديث يدور حول تغيير بعض المحافظين، وهذا الموضوع ما راح يعرضنا الى دخول في جنبه قانونيه باعتبار ان المحافظين وتغييرهم ليس من صلاحيه رئيس الوزراء اذا ما فتح هذا الملف طبعا، ويكون تغيير محافظين واختيارهم بما تفرزه انتخابات مجالس المحافظات؟ احنا الان بصدد موضوع المحافظين وآلية اختيار المحافظين بالإضافة إلى أعضاء مجالس المحافظات ومواصفاتهم أعمارهم شهاداتهم تحصيلهم وضعهم، هذا كل الآن يدرج أو يناقش ضمن قانون تعديل الانتخابات. أما موضوع المحافظات، المحافظات السابق كان يقال المحافظ بتصويت مجلس المحافظة عليه أي بسحب الثقة منه من قبل مجلس المحافظة، عندما حلت المجالس الآن هناك قرار إعمام بقيام نواب كل محافظة بعمل مجلس المحافظة أي مراقبة أداء المحافظ الإداريا. أيضا المحافظ ارتبط بعد حل المجالس بالسيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء من حقه يقيل، من حقه يبدل وفقا للتعطيل، اما في حاله عوده المجالس يكون الاقاله والتعطيل بيد المجلس وتوجه المجلس. هذا باب. الباب الاخر الحقيقه اليوم يعني وان كان جنابك ما سالتني بس راح اتطرق لك، تفضل. جانب مجالس المحافظات واهميته، اليوم انا اتحدث عن تجربه، انا نائب رئيس لجنه الاقاليم والمحافظات الغير منتظمه باقليم، صارت تجربه التقينا بعده محافظين من خلال استدعاء ومن خلال زيارات ميدانيه الى المحافظات وكذلك القائمين باعمال المحافظات. الحقيقه اليوم يعني اعتقد من الملح ومن الضروري جدا ان يكون هناك مجلس محافظه، لان الامور تسير باتجاه، لا اقول باتجاه التسيب بقدر ما هي باتجاه الضغوطات السياسيه لكل محافظ فئه سياسيه متسلطه عليه تسيره كما تريد، وهذا يبعد عن توجهه، يبعد عن مساره، يبعد عن صلب عمله الاساسي. هذه يعني انفرضت على المحافظين فرضيات. باب ثاني، هناك فساد اداري ومالي وبدون رقيب، اصبح بدون رقيب، ايضا يحتاج لوجود مجالس محافظات، لكن هذه المجالس بالكيفيه القديمه والاعداد القديمه اعتقد فيها تراهل. هذا راي شخصي انه العدد كبير. وافق مع حضرتك الدكتور الرديني نفس هذه المؤشرات اشرت 35 مجلس. العفو، نعم استاذ محمد ما سمعتك. يعني هذا الترهل في الاداري في مجالس المحافظات ايضا كان وجهه نظر من قبل الدكتور عقيل الرديني، يعني توافقت وجهه نظر حضرتك؟ نعم 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 صحيح. لكن بنفس الوقت اكو مشكله ايضا ثانيه، عندنا مثلا محافظات تمثيلها عدد سكانها قليل، عدد نوابها مثلا مثل السماوة 8، في حين هناك 23 لجنة لأعضاء مجالس المحافظات، فلا نحتاج إلى عدد كبير مترهل ولا إلى عدد قليل، لأنه أيضا يكون هناك إخلال. لكن بالعموم نحن مع إعادة مجالس المحافظات للقيام بدور رقابي على المحافظات.
دكتور عقيل، يعني هو الموضوع أهمية المجالس، عدم أهميتها، شبهات الفساد اللي تحوم حول تشكيلها، كل هذه الملاحظات، ولكن هي بالأصل مادة دستورية. لو رجعنا إلى المادة 86 من الدستور راح نشوف أنه المحافظ، إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والمحافظ يتعين من قبل مجلس المحافظة، ولكن لحل مجالس المحافظات قبل سنتين أنيطت هذه الصلاحيات برئيس الوزراء. فبالتالي لما رئيس الوزراء يصدر بعض الأوامر الديوانية بتغيير محافظين وإعادة ترتيب هذا الملف، هل هنالك من إشكال قانوني؟ السيد الكريم، يعني أعتقد صدر قرار المحكمة الاتحادية رقم 21 سنة 2019 على ما أعتقد، يعني هذا القرار اللي صدر المحكمة الاتحادية العليا، وبعد يعني إيقاف عمل مجالس المحافظات اعتبر يعني المحافظين هم تصريف أعمال، وبالتالي الذي يكلف من قبل السيد رئيس الوزراء لفترة معينة هو تصريف أعمال حتى وأن يكلف حديثا. فصلاحية السيد رئيس الوزراء حسب ما تسير يعني المرافق العامة وإدارة شؤون البلاد وإدارة شؤون الدولة، من صلاحيته إذا ما كان هنالك خلل في هذا المحافظ أو عدم قدرته على القيام بأعباء الوظيفة، من صلاحية طالما هو تكليف وعملهم تصريف أعمال فوفق القانون هو، وطالما إذا يعني تبقى أو باقية مجالس المحافظات إلى الآن مجمدة وانتهت صلاحيتها إلا بانتخابات جديدة، فيبقى الموضوع مناط ب يعني سيد رئيس الوزراء هو صلاحيته لغرض تسيير المرافق العامة بالاتجاه الصحيح، ولا يوجد إشكال قانوني في تغيير أي محافظ، ما لم يكن إذا ما كان هذا التغيير يعني يكون استهداف. نحن لا نقبل أن يكون هنالك استهداف لأي شخصية ومن أي جهة سياسية كانت، لكن عندما يكون هنالك مثلا فساد إداري أو مالي أو عدم الكفاءة أو عدم القدرة بالقيام بأعباء الوظيفة العامة، من حق السيد رئيس الوزراء يستبدل استنادا إلى صلاحيات السيد رئيس الوزراء. يعني أستاذ الشمري، يعني قرار المحكمة عندما ردت الطعن بمجالس محافظات العراقية من بينها كركوك ونينوى، جاء هذا الموضوع ضد المصادقة على تعديل قانون الانتخابات لسنة 2019 واللي ضمن تعليق مجالس المحافظات، ونتذكر الضواغط الشعبية والتظاهرات اللي يعني وأوضحت أو طالبت بإلغاء هذه المجالس لما فيها من مؤشرات تفضلت بها حضرتك والدكتور الروديني. بالتالي لما تكون ضمن أولويات الحكومة الجديدة إجراء انتخابات مجالس المحافظات، هذا الموضوع ما راح يأشر مؤشر، خلينا نقول ما نريد نسميه بمعايير سلبي، ولكن قد يكون يثير حفيظة البعض، يؤلب التظاهرات مرة أخرى. شوفوا، كل قانون حقيقة أو كل قرار دائما به جوانب سلبية وبه إيجابية، والناس تذهب كل من حسب رأيه واتجاهه، لكن بالنتيجة سنتحدث لك عن تجربة من خلال التماس الحقيقي الآن مع المحافظات. نحن بحاجة لهذه المجالس حقيقة، هذا فرض واقع. لكن قضية التفاهمات السياسية والتجاذبات السياسية أحياناً تلقي دلالة على موضوع، على أي موضوع يثار. هسه قبل عندنا موضوع التجنيد الإلزامي، هو الإعلام اشتغل عليه وحتى أنتم وغيركم، أخذ أبعاد، الناس تأيد، ناس ترفض، ناس تأجل، فدائماً الأمور تصير بهالاتجاهات، هذه مسألة طبيعية. أما موضوع المجالس صارت، شوف خل أضرب لك بس مثال، يعني هذا خلال العشرة الأيام الماضية كان إلى بس جنبه حقيقة وأثر. أحد المسؤولين بالمركز في بغداد يتخذ قرار أو يخاطب محافظ بإحالة درجتين أو شخصيتين إلى التقاعد، في حين انه هذه الشخصيتين هي
شخصيات مكلفة بانتخاب عن طريق الانتخاب، ولا يمكن التفريط بها أو إحالتها على التقاعد كونها غير مشمولة بقانون التقاعد. القضية قضية انتخاب، من جاء بانتخاب يغير بانتخاب، المحافظ انتخب، إذا تريد تبدل محافظ تجي انتخابات مجالس محافظات، تنتخب محافظ جديد، هذا أوتوماتيكيا من عمل المحافظ السابق. لكن حتى صارت جنب السياسية أنه إفراغ مناصب من محتواها لغرض ملئها من جهة معينة، وهذا أيضا جرنا إلى مشاكل ومشاكل سياسية ورؤى اجتماعية مختلف عليها إلى آخره من هذه الأمور. فأرجع وأكد أنه إن شاء الله الخير في مجالس المحافظات مع تقليمها أو بالحد تقليمها إلى الحد الأدنى الذي يمكن الاستفادة منه. طيب دكتور عقيل، يعني نتحدث اليوم عن ما خلفته حكومة تصريف الأعمال ولربما هذه التراكمات والتركات اللي تلقي بتحديات جديدة على الحكومة الحالية، بالتالي لما يكون هنالك تأجيل لانتخابات مجالس المحافظات لتجاوزها حدود ولايتها في وقتها، وكان الأجدر بالمشروع العراقي حسب ما رصدناه تصريح حضرتك بأنه تتم إتاحة إمكانية التأجيل والتمديد في هذه الجزئية، هل يجب أن تجري الانتخابات بعد زوال العوارض المانعة؟ يعني شوف سيدي الكريم، يعني التظاهرات خرجت يعني بعد أن وصل الشارع العراقي إلى اليأس من وصول يعني الخدمات الحقيقية أو الخدمات المرجوة من قبل الدولة بكافة يعني بكافة مؤسساتها إلى المجتمع العراقي، الخدمات العامة نقصدها. يعني لو كان هنالك عمل يعني حقيقي وعمل يعني بنظافة و يعني بدون فساد وبدون إفساد وبدون ترهل، ما أعتقد كان أصلا المواطن يطلع يعني حتى يتظاهر على المحافظة والمحافظ والوزارات. فبالتالي يعني العمل اللي ما سار بالاتجاه الصحيح هو اللي جعل المواطن أن يخرج، وإلا هذا مجلس المحافظة هو يعني حسب ما أعتقد المادة 86 مشارة إليها بالدستور، ويعني استمرت العمل بها إلى أن يعني تم إيقافها حسب يعني التظاهرات الأخيرة، وصدر مؤخرا أكو قرار يعني اللي ذكرناه قبل قليل هو أعتقد 121 محكمة التحدي اللي قالت أن هذا الأعمال المحافظين هو تصريف أعمال بناء لأن عدم وجود مجالس للمحافظة تراقب عمل المحافظ، باعتبار أن سلطة تعيين المحافظ أو سلطة إقالة المحافظ أو مساءلة المحافظ هي مناطة بيد مجلس المحافظة. فطالما اليوم مجلس المحافظة هو متوقف، فإذا يعني يعتبر المحافظ تصريف أعمال حتى وإن يعين حديثا، هذا ما ذكرناه قبل قليل. اليوم المحافظ يعني يعمل بدون رقابة، وهذا مخالف للدستور العراقي ومخالف للقانون، وفيه جنبات سلبية. فإذا يجب أن نحن نريد نبني يعني نظامنا الديمقراطي نبني بناء صحيح وفق الدستور وفق القانون، بالتالي يجب أن ننتخب مجالس محافظات جديدة، لكن مع يعني ترشيق هذه المجالس، إعادة العمل بها بشكل صحيح. يعني أنا مثل أذكر لك يعني مثال واحد. طيب. يعني مثلا لجنة الطاقة مثلا في مجلس المحافظة، زجت لجنة الطاقة بمتابعة المولدات وعمل يعني أوراق وقودية وشكلوا لجان وعملوا وبدوا يعملون ك يعني شخصيات تنفيذية، بالرغم انه هذا ليس عمل مجلس المحافظه. نعم. يجب هذا يعطى الى يعني المحطات الوقوديه، ويروح المواطن او صاحب المولده الحكوميه او الاهليه يستلم بالمباشر بدون موضوع مجلس المحافظه، لكن يبقى لجنه الطاقه بالمحافظه تراقب هذا العمل، هذا واجبها. طيب. مو ان يعني تكبل نفسها باجراءات وبالتالي اصبح هنالك
فساد في هذا الموضوع. وحلقة زائدة يعني بدأ عضو مجلس المحافظة أن يكون تنفيذيا. نعم. فلذلك أعتقد يجب أن 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 نميز بين الرقابة وبين التنفيذ. فعمل الكثير من مجالس المحافظات وحتى الآن ربما بعض الأخوة النواب يعني كأنما هو رجل تنفيذي. نعم. وينسى دوره كدور رقابي على أعمال السلطة التنفيذية. معرفة الدور والفصل بين السلطات مطلوب. سيادة النائب في سؤال أخير إذا تسمح، يعني هذه القضية المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات خلال مدة سنة أو أقل، قادر مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات الساندة الأخرى من مفوضية وغيرها على أداء هذه المهمة على أتم وجه ضمن السقف الزمني المحدد؟ أشوف أستاذ في تاريخ 9/1 أعتقد حينما صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية أوصت بتعديل قانون الانتخابات أو العفو على مجلس النواب الحالي أن يقوم بتشريع قانون جديد للانتخابات واستبدال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي بالإضافة إلى العد والفرز الإلكتروني. هذه حقيقة تحتاج إلى وقت وإلى زمن. فموضوع إعداد القانون شيء وما الاستعدادات اللوجستية بالإضافة إلى استبدال المفوضية هل ستستكمل خلال سنة؟ يعني حقيقة يحتاج إلى همة عالية كي يتمكن السيد رئيس الوزراء من تنفيذ وعده هذا، لأنه الأمور المتعلقة عليه كثيرة وكبيرة جدا، خاصة القضايا الأمنية، قضايا المالية، قضايا اللوجستية، قضايا إن اضطررنا إلى تغيير المفوضية. نعم. نحن نكون بحاجة إلى اتفاق سياسي إلى ما يتعلق وما يتطلب به من أمور كثيرة. نعم. فمسألة السنة يعني أعتقد أنها صعبة جدا جدا صعبة. نعم. لكن إذا كان عند الحكومة إرادة قوية وعالية إن شاء الله الله يمكنها ونتمكن من الخروج من هذا الموضوع. نعم. بتوقيتات اللي وضعتها الحكومة على نفسها أو ألزمت بها نفسها. نعم. أشكرك الشكر الجزيل السيد محمد الشمري النائب وعضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم، حدثتنا عبر الأقمار الصناعي من بغداد. شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، وتتفضل بالبقاء معي الدكتور عقيل الرديني. مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع مجددا، حياكم الله. نوايا الأحزاب الكردية لحلحلة الخلافات والتفاوض مع الحكومة الاتحادية بتشكيل وفد يزور بغداد في الأيام المقبلة، يشوف المراقبون بحد ذاتها خطوة إيجابية للوصول إلى مشارف إنهاء عقدة الصراع، لكن بنفس الوقت التعنت بالقرارات ما يأتي بجديد إن لم يتم التفاوض وفق خطوات دستورية محكمة دون التأثير على الطرف الآخر. خلونا نفتح وياكم هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمال. لم تنتهي الصراعات المزمنة بين الحزبين الحاكمين في كردستان، فلا تزال الكابينة الوزارية منقوصة بعدم حسم الوزارتين الشاغرتين، إذ يدعي كل من الحزبين أن الوزارتان ضمن استحقاقه الانتخابي. بالتالي اتجهت الأمور إلى ترجيح زيارة الوفد الكردي لبغداد خلال الأسبوع الحالي لفك بعض عقد الخلافات الخاصة بالوزارتين وملفات أخرى تتعلق بحصة الإقليم من الميزانية العامة وكذلك النفط والغاز. الكابينة الوزارية لم تكتمل، بالتأكيد هنالك خلافات واختلافات في وجهات النظر وبين الأحزاب المتصارعة اللي تريد أنه كل حزب كما يقولون يقول القرآن الكريم كل حزب بما لديهم فرحون، إذا معناته كل حزب يريد هو الحصة الأكبر ويريد الوزارة الأهم لمصلحة حزبه ومصلحة جمهوره. البقاء في زوبعة الخلافات الشائكة بين الحزبين الكرديين أمر مرفوض من قبل الفرقاء السياسيين، كونه يعطل بعض المؤسسات الشاغرة لمدة أطول،
وكذلك يزيد من تلكؤ عملها وتراكمه بالتالي صعوبة جلاء هذا العبء مستقبلاً، فيما نقلت مصادر أن الاجتماع سيناقش مشروع النفط والغاز الذي كان مطروحاً منذ عام 2007 لإجراء بعض التعديلات عليه. هناك مبالغ كبيرة تصل لأكثر من 125 مليار الأقليم مديون الحكومة المركزية. أعتقد هذا الملف يحتاج إلى تفاوض، وبالتالي ممكن أن يكون هناك وفد يعني يأتي إلى بغداد للتفاوض مع وزير المالية وكذلك مع رئيس مجلس الوزراء من أجل حلها. قد تكون هذه عقبة في الإسراع في تقديم المسودة الاتحادية من قبل السيد السوداني. فالوفد الكردستاني ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة الاتحادية للمباشرة بالحوارات واللقاءات المقررة مع وزير المالية لمناقشة ملف الموازنة العامة وحصة الأقليم الذي لم يتسلم من بغداد أي مبالغ مالية منذ أكثر من عام ونصف بحسب تصريحات الأقليم، حيث سيتم التشاور بين الأطراف الحاضرة للوصول إلى صورة حل تسعى لحل حالة تلك الأزمات بين كردستان وبغداد. وفق مواد الدستور والقانون يتفاوض إقليم كردستان مع الحكومة المركزية لإيجاد حلول منصفة لبعض الملفات العالقة بين الطرفين. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله وجد الترحاب بضيف الكريم الدكتور عقيل الردين. حياك الله دكتور. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني من دهوك. حياك الله سيد عقراوي. دكتور عقيل، نتحدث عن السياسه بصوره عامه. المعروف بان السياسه تقدم تسويات حتى ننهي موضوع ونبدا بموضوع اخر، لكن في بلدي السياسه ما تقدم تسويات، تقدم ترضيات. ونشاهد أنه في كل دورة برلمانية، في كل تشكيل حكومة، في كل إعداد موازنة، هي ذات الملفات تقدم ويتم عليها ترضيات لا تسويات. كيف تنظر إلى ما نحن بصدده من زيارة وفد الإقليم؟ يعني سيدي الكريم، يعني ما تحدثت به يعني هو صحيح. يعني السياسة تعرف به هي فن الممكن، يعني أي شيء ممكن أن يكون صالح للمجتمع وما به يعني سلبيات ممكن أن نفضل على غيره، وبالتالي نمضي بهذا الاتجاه، وهكذا تبدأ يعني حل العقد شيئا فشيئا. لكن يعني في العراق ما يعني هذا ما لم يحصل إلى الآن، يعني صراحة يعني في العديد من الملفات، ويعني الملف اللي ذكرته حضرتك هو يعني ملف النفط، ملف الإقليم، يعني ماكو لحد الآن إرادة سياسية واضحة باتجاه حسم هذا الملف. ولا كيف يعني نفسر يعني 10 سنوات الإقليم يصدر نفط بعيدا عن الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية تقدم أموال بدون أن تأخذ نفط، وهناك منافذ حدودية بشكل عام، ليس فقط موضوع الإقليم، يعني موضوع تهريب النفط في الوسط والجنوب وفي الشمال. وبالتالي أكو مشكلة في العراق في إدارة المال. إدارة المال لا توجد يعني حرص يعني على إدارة المال بالعراق وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، هي كمنافع تهم المجتمع بالأساس. ربما يعني بعض الكتل السياسية يعني مستفادة من هكذا وضع وتريد أن تبقي الوضع على ما هو عليه من أجل الاستحواذ على المال. وبهذه الطريقة للأسف الشديد نقولها، يعني تم ابتلاع الدولة من قبل الأحزاب والجهات السياسية، في حين لو نظرنا أن المال في العراق، بلد العراق ماكو يعني يمكن أغنى من عنده في جميع المجالات، سواء الصناعية والزراعية والنفطية والمعادن، وأنهار في العراق على دجلة والفرات، و خيرات كثيرة. وأضف إلى ذلك الجانب السياحة والجانب الآثار والسياحة الدينية، يعني أي باب تطرقه في العراق ممكن أن يدر علينا أموال طائلة، ممكن أن يعيش المواطن العراقي بشرف داخل بلده. لكن لا يوجد الآن إرادة سياسية قادرة على السيطرة على إدارة المال. أنا أشكك أنه
أنه الكتل السياسية لا تستطيع، ولكن ربما للأسف يعني نقولها ربما بعض الكتل السياسية تسعى على بقاء الوضع للاستفادة من هذه الطريقة. طيب. لكن اليوم نحن نأمل دكتور. يعني أكمل لك الفكرة. نعم. تفضل. وحتى لا ندخل على دكتور ديار. الله يحفظكم. اليوم نسعى من خلال دعم حكومة السيد السوداني. السيد السوداني عمل في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية يعني أماكن وزارية عديدة، أكثر من 4-5 وزارات خلال العشر سنوات الماضية، والرجل يعني رجل نظيف. بالإضافة إلى الإسناد تعتبر هذه اليوم هنالك إسناد، وهذا الموضوع بحد ذاته يعطي زخم للحكومة. الإخفاقات السياسية الأخيرة والانسداد اللي حصل والتوترات اللي حصلت في العراق قد تدفع اليوم الكتل السياسية وإلى الحكومة إلى الخروج من هذا المأزق. طيب. وبدء صفحة جديدة من خلال محاسبة الفاسدين. نعم. واسترداد المال. نعم. ووضع خطة. دكتور عقيل اسمح لك لقاطع تشرك ويانا السيد ديار عقراوي. سيد عقراوي نتحدث اليوم عن زيارة الوفد الكردي إلى بغداد، بالتالي هنالك مشاكل عالقة ومرحلة من الحكومة السابقة بل الحكومات السابقة، ولكن المتغير الجديد أيضا الوزارتين الشاغرتين، هل سيتم التباحث بكل هذه المفردات؟ بداية شكرا جزيلا أستاذ أحمد على هذه الدعوة الكريمة، والتحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولجميع قناتكم الأكارم. حقيقة المرحلة القادمة يتطلب حكومة قوية، والحكومة القوية لكي تكون قادرة إلى إدارة المرحلة القادمة لابد أن يشارك فيها القوى السياسية الفعالة في المشهد السياسي العراقي. ائتلاف إدارة الدولة كان بين الأطراف الأساسية، سواء كانت في الإطار التنسيقي الذي يشمل جميع القوى السياسية الشيعية عدا التيار الصدري ومن أقليم كردستان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ومن الإخوان السنة تحالف السيادة وتحالف عزم، إضافة إلى إخواننا المسيحيين في كتلة البابليون. طبعا كل هذه الأطراف شاركوا لكي تكون هناك ائتلاف قوي قادر على إدارة المرحلة القادمة من خلال حكومة مستقرة. كل هذه الأطراف كانت لديها مطالب ولديها حقوق، أرادوا من خلال هذه الحكومة أن تنال وينالوا على حقوقهم. نحن كأقليم كردستان طبعا وبعد تشكيل الحكومة ومن خلال الاجتماع التي مضت من الأربعاء الماضي بدأ تشكيل وفد وزاري مختصين وشخصيات قانونية سوف يأتون إلى بغداد باعتقادي خلال هذا الأسبوع، وحسب ما سمعت منهم أنهم ينتظرون التجاوب من حكومة بغداد. طبعا هناك أمور تنفيذية وأمور السياسية سيناقشون هناك لكي يطبقون ما اتفقوا عليه من ضمن الوثيقة والاتفاق بين الأطراف السياسية من ضمن ائتلاف إدارة الدولة. هذه الأمور المادية مسائل متعلقة، ونحن نعلم أن الحكومة العراقية بصدد تقديم موازنة 2023 إلى البرلمان لكي يصوت عليها. ستكون أولوية الحكومة حكومة أقليم كردستان من هذه الموازنة أن يثبت حقوق مستحقات أقليم كردستان، وهناك مواد أخرى أيضا تنفيذية اتفقوا عليها، لكن الحكومة وللأسف السابقة الحكومات السابقة تنصلوا عن مسؤوليتهم ولم يقدموا ولم يحلوا هذه المشاكل. نحن نحتاج إلى حكومة قوية تقوم بحل جميع هذه المشاكل جذريا. أما المواد الأخرى المتفقة عليه وهي مسألة المادة 140 ومسألة المادة النفط والغاز، إذا نحن الحكومتين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان تكون جادة ومن خلال الدستور العراقي سنقوم بحل جميع هذه المشاكل، لكن التنصل أحد الأطراف على الأخرى عن مسؤولياتها بكل تأكيد سوف ندحرج هذه المشاكل إلى المرحلة القادمة، والمتضرر الوحيد هو المواطن العراقي سواء كان في الأقليم وفي الحكومة الاتحادية. بخصوص الوزارتين، نحن لحد الآن مع الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن كاتحاد وطني لم نتفق على الشخصيتين على الوزارتين، لكن نحن كاتحاد وطني كردستاني
نرى أنه من مسؤوليات السيد محمد شيع السوداني هو من يختار هذه الوزارتين لمن تكون ولمن تكون استحقاقها. نحن كاتحاد الوطني الكردستاني نرى أن هذا المنصب منصب وزارة البيئة من استحقاقنا، لأن منصب رئاسة الجمهورية والرئاسات الأخرى سواء كانت برلمان أو رئاسة الوزراء لم يحتسب على طرف معين من الأطراف المشاركة، وإنما احتسبت على الكتلة، على المكون الأساسي. إذن النقاط الباقية، نحن باعتقادنا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أخذ نائب رئيس البرلمان وهو وزارة سيادية ووزارة خدمية، والاستحقاقات الباقية هي من استحقاقات سيد عقراوي أقليم كردستان. نعم صحيح أن لدينا خلاف حول هذه المسائل، لكن نفس الوقت نحن كاتحاد الوطني كردستان طرف أساسي من حكومة أقليم كردستان نطالب سوية من الحكومة الاتحادية لكي أن تكون الحكومة القادمة حكومة تفي بوعودها أمام كل الأطراف السياسية سواء الشيعية أم السنية أم المسيحية. ما دام كانت هناك تفاهمات داخل الأحزاب الكردية، دكتور الروديني نتحدث اليوم عن الوزارات الشاغرة، لربما هذه الوزارة هي تعد أنه ما بها غير هاي الوزارتين الشاغرة، ومن كلام السيد العقراوي هل تجد بأن هذا الملف سيمضي بسلاسة ولا يحتاج إلى تعقيد عبر هذه المفاوضات التي ستجري؟ يعني أعتقد يعني شغل هذه الوزارتين هو مهم جدا لدى السيد السوداني حتى يمضي بمشروعه وإصلاحاته وعمله، وخاصة يعني وزارة الإسكان والإعمار وزارة مهمة جدا وتحظى بمسؤوليات كبيرة، وبالتالي يعني على اليكتي والبارتي الأخوة يعني في الأحزاب الكردية أن يتفقوا سريعا وعدم يعني بقاء يعني الوقت أكثر من ذلك حول يعني الاتفاق على وزارتي البيئة و كذلك الإسكان والإعمار. وأعتقد لو يعني ذكرنا في بداية حديثنا أنه عدم إدارة المال بالشكل الصحيح في العراق إلى الآن هي العلامة البارزة، لو كان المال يعني مراقب ومحاسب بشكل دقيق ويحاسب المسؤول سواء الوزير أو المحافظ أو الدرجات الأقل المدراء العامين والدرجات الخاصة عن الفساد بقدر ما اليوم يسأل الكثير يعني في هذا الوقت، لما كان اكو يعني لهذه الدرجة انه نبقى نصر الا هذه الوزارة والا تلك، والا هي الوزارة للعراق والعمل للشعب العراقي. فاذا ادارة المال والفساد هي اساس عملية الاصلاح. اذا لم يلتفت السيد السوداني الى هذه النقطه المهمه، واعتقد هو جعلها في وايضا حل بدايه يعني مشروعه يعني في اداره الدوله للمرحله القادمه، بالاضافه الى حل قضيه الوزارات الشاغره ايضا بالاهميه من مكان. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عقيل الروديني عضو ائتلاف النصر، ضيفا كريما واثريت الحوار في الملفين، والشكر الاوفى لحضرتك السيد ديار عقراوي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكايب من دهوك. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.